بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات المرحلة الثانوية، تحية طيبة وبعد. سلم بس. بسم الله الرحمن الرحيم. البوست ده بنقدمه بمناسبة بدء مجموعات الدعم المدرسي مدرسة المشير أحمد إسماعيل الثانوية البنين، برعاية الأستاذة الدكتورة إيمان عبد الله مدير عام إدارة القرية الجديدة، وبالرئاسة وتحت قيادة الأستاذ أسامة أبو المكارم مدير مدرسة المشير، مع نخبة من المدرسين الأوائل وكبار المعلمين مدرسة المشير في كافة التخصصات، وذلك حسب توجيهات وزارة التربية والتعليم بتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور والاستفادة بالإمكانيات الموجودة في المدارس من صبرات إلكترونية وبنوك الأسئلة ومدرسين على أعلى مستوى من خبراء التعليم، وذلك حتى يتسنى للطلبة الاستفادة في كافة المواد. نعم، هذه رسالة وهذا واجب لي علينا ضميرنا كبشر أولا ومعلمين ثانيا وشرف المهنة. وحتى لا أطيل عليكم، سوف نستهل عملنا بحل لنموذج للصف الأول الثانوي للتدريب على امتحان التجريبي الذي سوف تجريه الوزارة عن بعد. لكم خالص تحياتي أستاذ أشرف الهادي، وشكرا. الموضوع بقى هو عاوز حاجه تقيله، لازم اوصي كربون.